كونديشنال اف، اف الشرطيه. يا ترى ايه هي حالات اف المختلفه وازاي اقدر افرق بينها؟ بس علشان الفيديو طويل احنا قسمناه لاكتر من جزء، وهنبدا النهارده الجزء الاول زيرو كونديشنال. بس يا ريت يبقى معانا ورقه وقلم عشان نركز اكتر، ولو لينا اي سؤال او تعليق على الفيديو بنكتبه اسفل الفيديو. جاهزين؟ يلا بينا. اف الشرطيه، طبعا اف معناها اذا، ممكن يكون معناها لو. طبعا احنا زي ما بنقول في العربي اسلوب الشرط فيه ثلاث اقسام: اداه الشرط، فعل الشرط، وجواب الشرط. نفس الكلام في الانجليزي، اسلوب الشرط في اللغه الانجليزيه بيبقى في عندنا برضه اداه الشرط اللي هي اف، وبيجي وراها جملتين. الجمله الاولانيه تبقى فعل الشرط، والجمله الثانيه جواب الشرط. بمعنى لو حدث فعل الشرط بيترتب عليه جواب الشرط. نبدا كده. طبعا عندنا حالات اف كتيره، هنبدا مع الحاله الاولانيه اللي هي الزيرو كونديشنال، الحاله الصفريه. هناخدها الاول في جمله مثبته، بعد كده جمله منفيه، بعد كده السؤال بنوعينه. طيب لو خدنا الاول الجمله المثبته، اف وي بويل ووتر ات تيرنز انتو ستيم، جمله بسيطه جدا، لو غلينا الميه تتحول الى بخار. طبعا اف هنا ممكن اشيلها واحط مكانها وين، تديني نفس المعنى دي في الحاله الصفريه. طبعا هنا اف جايه فين؟ في الاول. يعني لو غليت الميه هتتحول الى بخار. طب هل في حد ممكن يقول لي لو غليت الميه هتتجمد؟ طبعا لا. طب ليه؟ طبعا ديت لان دي حقيقه مسلم بيها، ما فيهاش كلام. طبعا لو لاحظنا كون الجمله الصفريه هنجد فيها هنا ايه بقى اللي هي الحاله الصفريه بتاعت اف، هنجد ان اف جت في الاول طبعا، بعدها السبجكت الفاعل زي ما عندنا هنا وي، بعدها بويل اللي هي يغلي، ده فعل مضارع بسيط، ده فعل ليه؟ شرط. برافو. طب الجمله الثانيه ات بدا بفعل برضه، وجاي بعدها تيرنز اللي هو الفعل المضارع، وايه اللي هو بنسميه ايه؟ جواب الشرط. تيرنز امتو ستيم. طيب نفرض الجمله بتاعتنا اللي هي اف وي بويل ووتر ات تيرنز انتو ستيم، عايز اجيب اف في النص، ينفع؟ طبعا ينفع، بس كده كده وراها فعل الشرط اللي هو جه في اول مثال قلناه. يعني مثلا الجمله اللي عندنا بتقول اف وي بويل ووتر ات تيرنز انتو ستيم، ممكن اقول ووتر تيرنز انتو ستيم اف وي بويل ات. هتلاحظوا برضو ان الزمنين عندي مضارع بسيط قبلها ومضارع بسيط في الجمله اللي بعدها. نفرض عاوز اخلي الجمله ديت جمله منفيه، قال لها اعمل ايه؟ لو جبنا طبعا اف في الاول او وين في الاول، الجمله اللي قلنا عليها من شويه اف وي بويل ووتر ات تيرنز انتو ستيم، طبعا مضارع بسيط مضارع بسيط بعد اف. لو جبنا هنا عايز انفي الجمله، فانفي الايه؟ المضارع البسيط. لما انفي المضارع البسيط هنفي ازاي كلمه بويل؟ اف وي بويل هتبقى اف وي دونت بويل ووتر. طيب ات تيرنز انتو ستيم، الفعل المضارع تيرنز في اس، ما في بقى في المضارع doesn't، it doesn't turn into steam. يبقى الجملة بتاعتها على بعضها if أو when طبعا we boil water it turns into steam، أخليها if we don't boil water it doesn't turn into steam. هنلاحظ ملحوظة هنا إن turn جت مصدر بعد doesn't، لأن don't و doesn't بيجي وراهم الفعل فين من المصدر. طيب عاوز أجيب if في النص وأجيب الجملة برضو منفية، نفس الكلام، أجيب بعدها فعل الشرط وقبلها جواب الشرط. جواب الشرط كان عندي it doesn't turn into، طبعا لما أبدأ بيه مش هينفع أقول it عشان كده ضمير غايب، بجيب اسم الشيء اللي بتكلم عليه تايل water doesn't turn into steam if we don't boil it. نفس الكلام برضو doesn't turn و don't turn، ده نفي المضارع البسيط. طيب ننتقل لنقطة تانية. السؤال بقى في الحالة الصفرية في نوعين من الأسئلة، yes or no question وعندي wh question. هبدأ ب yes or no question الأول. المثال بتاعنا اللي شغالين عليه برضو اللي هو if we boil water it turns into steam، يا ترى هسأل على فعل الشرط ولا على جواب الشرط؟ أنا زي ما حد بيقول لي هسأل على جواب الشرط. برافو عليك، طبعا هسأل على جواب الشرط. في عندي طريقتين بقى في السؤال، لو جبت if الأول أو لو جبتها في النص. هنسأل الأول على جواب الشرط وإف جت في الأول أو وين. طبعا if we boil water ها does it turn into steam. برافو عليك، جبت هنا does عشان هنا it ضمير فاعل مفرد بياخد في المضارع does، وجبت برضو turn مصدر. طب لو هجيب على السؤال ده ليه؟ طبعا yes it does أو no it doesn't. طيب لو جبت الصيغة التانية من السؤال بقى، لما أجيب if في النص هبدأ إزاي؟ طبعا كده كده if we boil water مش هقرب لها، بس هخليها if we boil it. طب في الأول نفس الكلام، أقول does water turns into، لا does water turn into steam، مقولش turns بقى لأن does فعل ايه؟ مصدر. برافو عليكم. لو جينا بقى للسؤال التاني، ازاي اسأل بدات استفهام في النوع التاني؟ طبعا هسأل ليه؟ على ايه؟ زي ما قلت على جواب الشرط. برافو. المثال بتاعنا زي ما هو برضو if we boil water it turns into steam، هسأل عليه هقول what happens if we boil water، ماذا يحدث لو غلينا الميه. طب هنا المثال برضو قلت what happens على طول، طب انا ممكن اجيب does وdo في السؤال؟ ممكن. طب نجيب مثال تاني غير المثال اللي عندنا. لما اقول مثلا if طبعا او when we mix red and yellow، لو احنا خلطنا الاحمر بالاصفر، اللون الاحمر باللون الاصفر، we get orange، بنحصل على ايه؟ لون برتقالي. طب لو سالت عليها بدات استفهام هقول ايه؟ طبعا هقول ايه؟ what do we get. برافو عليكم. ليه قلت do هنا؟ عشان فوق هنا قلنا we get فعل مصدر، فجيب do من عندي، يبقى what do we زي ما هي get. بعد كده if we mix
red and yellow. لو خلطنا اللون الاحمر بالاصفر هيحصل ايه؟ هنحصل على ايه؟ ممكن اجاوب طريقه ثانيه، ممكن اقول when we mix red and yellow what do we get؟ على ماذا سنحصل؟ ده طبعا مثال ثاني واضح بالنسبه لنا اهو. نستنتج من الكلام ده ايه بقى عن الحاله الصفريه؟ بعض الملاحظات بسرعه جدا. اول حاجه الحاله الصفريه يا جماعه بتعبر عن حقائق عامه زي المثال بتاعنا if we boil water it turns into steam. طيب ايه ثاني؟ ممكن برضو للتعبير عن العادات الثابته بستخدم برضو الحاله الصفريه. يعني ايه عادات ثابته؟ نشوف المثال هيوضح لنا الجمله دي. طبعا if I am late for work I take a taxi. واحد بيقول لو انا اتاخرت في يوم من الايام على العمل بتاعي طبيعي ان انا اخد تاكسي، فديت عادات ثابته معروفه. طيب ممكن اعبر برضو على الحاله الصفريه عن المواقف اللي لها زي ما بيقولوا نتيجه منطقيه. يعني ايه نتيجه منطقيه؟ يعني مثلا when I go to bed late I feel tired the next morning. طبعا لو انا نمت في يوم متاخر طبيعي ان اصحى تاني يوم ايه؟ هشعر بالايه؟ طبعا هشعر بالايه؟ بالتعب. فدي طبعا نتيجه منطقيه لحاجه حصلت عندي. طيب في بعض الملاحظات عندي بقى، هنشوف الجملتين دول كده. if you drop glass it breaks. لو لاحظ هنا انا ما قلت هنا لو بصفه عامه رميت الزجاج على الارض هيتكسر، دي حقيقه عامه معروف. لو غيرت المثال وقلت ايه؟ if you drop this glass يا ترى اكمل اقول ايه؟ هقول it breaks. الافضل هنا نقول it will break لان ده موقف محدد حددته بكلمه this، دي ديت في الحاله الصفريه. يبقى if اللي هي الحاله اللي هجيب الحاله هنا ايه بقى؟ دي اسمها الحاله الاولى بقى اللي هي اف مضارع والمصدر اللي هو هيبقى الدرس الجاي بتاعنا. اخر ملحوظه عندي هنا، طبعا المضارع البسيط هنا ممكن يكون مبني المعلوم او مبني المجهول اللي هو بيجي مع اف. ازاي يعني؟ انا كنت بقول هنا ايه؟ if we boil water it turns into steam. طب لو غيرت المثال وجبت مثال تاني قلت مثلا ايه؟ if water is put in a freezer it is turned into ice. يعني لو تم وضع المياه في الفريزر تتحول الى ثلج. هتلاحظوا هنا في الاول جبت المضارع البسيط في المبني المجهول اللي هو ام از ار والتصريف الثالث از بوت. طيب في الجمله الثانيه اللي هو جواب الشرط نفس الكلام، جبت برضه المضارع البسيط في المبني المجهول اللي هو ام ويز وار زي التصريف الايه الثالث. كده احنا طبعا وصلنا لاخر درسنا النهارده. يا ريت طبعا لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل شير طبعا لكل اصحابك عشان يستفيدوا، واكيد طبعا تشترك في القناه وتدعم طبعا القناه وتشجعنا بجي لايك وتعليق اسفل الفيديو. ولو في نقطه مش واضحه بالنسبه لكم في اللي انا شرحته ممكن نكتبها في الفيديو تحت، ولو في سؤال برضه مستعد للاجابه عن اي اسئله ليكم في التعليق تحت الفيديو. كان معكم مصطفى حمد العبد من دروس تعليمية أونلاين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.